الانتحار ومحاولات الانتحار هي مشكلة ظهرت في المجتمع الأردني كباقي المجتمعات، ولتفادي تبعياتها النفسية والاجتماعية والتوعية بخطورتها على الفرد وعلى الأسرة، نظمت في معان ندوة تحصينية وتوعوية وإرشادية للأسباب التي تؤدي لمشكلة الانتحار. تحدثنا عن أسباب الانتحار، تحدثنا عن طرق الوقاية منها، وركزت أنا كمدربة تنمية بشرية ومهارات حياتية على موضوع التواصل بين الآباء والأبناء وملاحظة أي تغيير بيصير عند الأبناء في التصرفات، وحتى كمان خلينا نقول الموضوع يتعدى موضوع الأبناء أو العائلة الواحدة، خلينا نقول عند مع الأصدقاء، صديقة أو صديق عم نحس إنه في تغير بسلوكه، في إشي عم يتغير، عم يتبدل، في عم بمر بأزمات، عم بمر بمشاكل أو ضائقة، لازم نكون جنبه. بداية الموضوع إنه نرصد الأعراض وبعدين عشان نقدر نضع الحلول. يعني من أهم الأشياء خلينا نقول اللي ما بتخلي الشخص يوصل تفكيره لموضوع الانتحار هو موضوع إنه لما يلاقي فيه حواليه ناس بتحبه وعم تسمعه.